جمعيه شباب دكنا الفروسيه التقليديه جماعه دكنا اقليم سيدي قاسم برئاسه المقدم عبد الله بن بويه المقدم ديالنا مقدم شاب اسسنا الجمعيه في سنه 2009 من 2009 2018 اهلنا لدار السلام جوج مرات 2011 2014. حنا هنا في مهرجان المهارزه الساحل من طلب من اللجنه المنظمه مدير المهرجان السيد فريدي جينا العام اللي فات وقدمنا عروض شيقه هنايا وخلينا اللمسات ديالنا هنا عند الجمهور ديال المهارزه مما خلى ان الجمهور يطلب من اللجنه المنظمه اننا عاوتاني نقولوا هذه السنه هذه. وحنا دابا حنا في مهرجان المهارزه كي تتشوف الصربه تتوفر على عده افراد ديال الشباب وراها ما كاملاش عندنا حنا شي 28 راكب الخرجه الرسميه تتفرض علينا غير 15 وعندنا شيوخ عاوتاني ديالنا هنا كبار اللي تاثروا هذه المجموعه هذه واحد ربعه ولا خمسه وتنتمناو السلامه وفرجه للجميع وهذا هو فن طبوريبه. سيدي شكرا لكم على هذا التصريح لجريده الدكانه ميديا 24.